ريت لو تعرفين البيتك وتكملين المعامله مالتي. الله يخليك. يا عيني شبيك مستعجل؟ ترى خبصتني، خل اكمل البيدي. بيدي يعني شنو معاملتي تقصدين لو شنو؟ السلك، خل اكمل السلك وبعدين اشوف معاملتك. حلو حلو، يا بدي خلصيني يا سلك. الله يخليك، انت شغلك تكملين المعامله. عوفي عوفي هاي السالفه. ترى انت ذبحتني. بعدين انا حتى لو اكمل معاملتك لازم ادزك الست بتول. لا 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 عيني، لا لا، وراي هواي شغل، كوما براسي شغل. روح روح وباكر تعال. خاف اجي باكر والقاك جايبه الزوالي تنفيهن هنا. ها خوش، ما دام تعرف اكو زوالي باكر ليش جاي اصلا؟ انا ما غاتني الا من تحجون تحجون بثقه، ولا على بالك مسوين شيء غلط. يا بد خلصي شغله، خلصي شغله في دوي. يلا خلصي روح. خلص. دوخني يا بتول، هاي الخاطرك. المفروض اني هسه اقعد اسولف ويا بنتي بالتليفون. يلا يلا اعتبريها استراحه. جيب اعتبريها استراحه، يعني مثلا من الصبح لحد الظهر اشتغلوا شغلكم، وربع ساعه اللي هي استراحه اشتغلوا بيها شغلنا. يلا يلا تفضل، معاملتك ناقصه. ايش بيها نقصات؟ بوتيتا ولحم مثروم كيلو. لا قصدك يعني الهويات والتأييدات يعني. لا لا لا، هي بوتيتا ولحم مثروم، جيبهن وهي تكمل لك اياها حتى لو بيها نقصات. يلا بسرعه بسرعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. العفو ست باكر، الموظفات الجدد راح يجن، شو تحتاجون من الموظفات؟ هي عفيه همزين، نريد موظفه لديها خبره في الطباعه، لف الدولمه، وتنظيف الدجاج، وصنع المقبلات، وصنع الحلويات، وخبره لا تقل 10 سنوات في صنع العصاير، وخبره في صناعه التاي من اجل الريوقات. هاي كنا مو موظفه. صاروا تدللون. لا انه بيكتب منك العقله، تحكي صدق انت. هاي دايره. يلا كملي، خلي روح، انا راح اغسل المواعين. يلا جهز جهز والجهز روحي بمطبخ. المدير المدير المدير، عشت ايدك عشت ايدك استاذ، الله جابك. با با المهزله، با 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 با. هاي ميوزه مال الموظفين. با با هاي جاي يصير. ايه ليش هالشكل؟ متعني ما حاجه تحكي لي. انا عرفت كل شيء وجاي اتاكد بنفسي. ليش ما مكملين شغل هسه؟ شو صار ما مكملين شغل؟ انا واقف من الصبح، هاي الموظفه ولا عبرتني اصلا. بس 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 بس، يعني انا جاي تانيكم من الصبح وانتم هنا مصفنات وقعدات؟ جديدك قدامكم ربع ساعه. اذا ما صبيتوا الدولمه اقلب الدنيا على راسكم. ماشي، وانت عن المراجعه. يلا روح روح وتعال باكر، ما اشوفن يردن يسوون غدا وكتلنا الجوع. يلا يحكي صدق هذا؟ رزلنا من وراك. ارتحيت اجانا لفت نظر. امشي اركض روح جيب البوتيتا واللحم، رجال ما تجوع. بسيطه راح اجيب لك البوتيتا واللحم، بس ترديهن اصليات لو هم تسخن وحطن بالمعامله.